السلام عليكم. اليوم احنا في حدائق السلطان ان شاء الله. شوف شلون عندهم، شوف الفازات هذه، لو تبي تاخذ هذه ب 4920 ريال نافورة، هذه ايضا نافورة بعد 1950. حتى نوفير عندهم هذه اشجار الموز، كم اشجار موز 178. هذه ظن الزيتون، هذه السعر وش الضريب بس ما ادري الشيء. شوف هلا، هذا على طريق المطار، وانت رايح المطار تجي على اليسار على فرع ام هذا، هو كبير مره، فازات اشجار حوض، هذه اشجار الزيتون، هذه اشجار الزيتون اللي يعني تشره. السلام عليكم. هذا الزيتون صح؟ نعم. تتحمل اجواءنا هذه؟ نعم تحملها. طيب وش اقصى حد تطلع له؟ تقدر تاخذ وقت بس طبعا. وين تصل يعني؟ متر مترين ثلاثة؟ تاخذ وقت ها؟ طبعا. ايه وين هذه؟ من عندنا يعني، من الاردن الشام وكذا؟ اسبانيا. اسبانيا؟ شكرا يا ودي اسأله بس نفسية شينة فما عاد بسأله. هذا الزيتون جميل، في الفلل حلو، حجام مختلفة تكبر معك. شو زي هذه مثلا سعرها، السعر بالريال 16000. لا 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 تعودون بليس يا رجال، جايبينها من اسبانيا. اذا هذه 16000 هذه كم؟ شوف هذا الزيت، معقول هذه اسعارهم؟ 80 سنة، هذه عمرها 80 سنة. وهذه 22,943. في ناس ما هي متخيله الاسعار هذه، ما متوقعين ان تكون هذه اسعار الزيت. شوف هذه مثلا كم سعرها، 22,943. يعني لو ماتت لا قدر الله وانت تنقلها، الله يخلف عليك. هذه اشجار زيتون فعلا معمره، شكلها معمره. شوف شوف اغصانها، شفت اسعارهم؟ هذا كله يعني لو تجي تشيله يطلع لك حدود 200,000 300,000. هذه عندهم فازات مختلفة، خلنا نروح نشوف شيء العاقل والمنطقي المعقول. عندهم كذلك نوافير، هذه ب 410 فايبر جلاس. عندهم هذه الأحواض عجبتني أنا، أظنك ممكن تثبتها، أظن تثبتها، ممكن تثبت على الجدران، تكون طبعا متصلة في بعض، بينهم بايب هذا يوصل المويه لبعض، تحط فيها شتلات. عندهم هذه ايضا، اقول عندهم تسوق اونلاين. هذه هي حلقة الاسعار. شوف هذه شكلها 147 ريال. هذه نباتات خارجية جميلة صراحة، 147 ريال جميلة. هذه الاشجار كلها عندهم. يعني إذا بغيت تشتري وتشتري مجموعة طبعا تمسكه اللي يشتغل هناك وتجيبه ويعطيك تفاصيل اللي عنده. هذا ما أدري شو، توت أمريكي حلوة الشجرة هذه، شو شلون طالعة جميلة. هذا الأشجار في اشياء خارجية، وهذه اظن هذه داخلية. هذا شوف كيف عملوا لها القوس، هذا بتطلع على الاحواض، حط لها زي كذا جميلة يعني، ممكن تتركب له يساعدونك فيها. شوف احواض عادية تتسوى عند ركبوها على الاحواض، ممكن تاخذ ثنتين اظن، ممكن ندير مختلف اشكال والوان، بتات صبار كله. الموز اشجار الموز بس ما اظن تطلع عندنا، ما تعيش معنا. شوف ايش كبرها، هذا دليل عدم صحتها يعني، ما هي طيبة. هذه 878 ريال،
هذا الظاهر انها ورود هذه وازهار. اي هذه مش اسمها، نسيت اسمها، بنرجس نسيت اسمها. هذه نباتات موسمية طبعا، هذه اوقات معينة في السنة. في الفازات، فازات هناك اشكال والوان، اسعار فايبر جلاس وستيل كله طبعا. وداخل عندهم في اشياء داخل، فهو مكان كبير. شوف هناك فواحات، طاقاتهم وجلسات عندهم بعد، نوافير، شموع، معطرات، وحواض، كل هذه. نشوف الشلالات ايضا موجودة عندهم. الشلالات هذه جميلة، هذه 12600 وشوي. هذا ايضا جميل، نشوفه اسعارهم. خلنا نزوم، نسوي زوم اوت بس. اوكي، هذا شكل جداري، هذا سعره 14000، يعني ممكن اني اطالع فوق. احجام الوان كبير وصغير، اشكال. هذا 17، هذا جميل، سعره جميل. ايضا هذا كان 8000 9800، جميل بعد. هذا كانه ستيل كله، حجر، وهذا ستيل، فكرته جميلة. كبير، هذه فازات اشكال والوان مختلفة. يعني هذه اللي يحب الفضي زيي، هذه ب 259، هذه كنا بلاستيكي بلاستيك. كله تقريبا صيني، صناعة صينية. هذه تزرعون، تحطون فيه جدارية، تحطون فيها شتلات معينة. هذه ممكن تكون نافورة أو تكون فيها أشجار، يعني جميلة حتى هذه. هذه تحب الأشياء القديمة، الأنتيك، مصنوعة على شكل أنتيك أو زي كده. سعرها موجودة عليها، شو زي هذه 435 فايبر جلاس. هذا غازات أشكال ملوان. وهناك بعد أشياء جميلة، أسود حلو. نشوف الأسود هذا لما يتنظف يطلع جميل فخم. هذه مثلا 334 سيراميك، معقولة 334. أيضا أشكال ثانية أسطوانية، هذه أظنها تبي تعاد يعني بويتها ما أدري، أو ضربها من جديد تكسره. شوف هذا فايبر جلاس، هذا هو الفايبر جلاس. شوف الشعر منه فايبر. نايس. هذه جميلة، يعني الفكرة حقتها جميلة، فكرتها جميلة، تجي شكل قاعدة. شوف سعرها كم، إذا في على سعر
لا ما عليها سعر. شوف هذا عشان اليوم الوطني جميلة الصراحة. شو كم تم يقعد فيها؟ 12 ولا تقريبا؟ حلوة جميلة صراحة ودائرية. أنا عجبتني الدائرية. أنا نادر تشوف شيء دائري. هذه عندهم الحين حدود 5500 بالضريبة ولا بدون؟ إي بالضريبة. إي أوكي معلش. هذه بعد عندهم فازات أشكال. أيضا هذه أكبر. شوف سعرها 16700. هذه ما نزل سعرها. ليش مطلوبة؟ شكل ما عاد في إلا واحدة. ها؟ ما شاء الله. وهذه شوف بعد حلوة جميلة. يعني الديزاين عندهم حلو مرة. كل شيء عندهم هذه. عندهم مظلات كاملة. مقاعد 7500 ما شاء الله. عندهم اشياء بسيطة 10. هذه بعد عندهم هذه 14950. بس ترى يمكن يكون جود برودكت على قولتهم. فازات نايس حلوة. انا احب اللون ذا اللون الازرق الفاتح. ملي نايس. بس ما اشوف الا هذا 8299 حلو والله. بس طبعا ما خفضوا زي هذاك عليه التخفيض البرتقالي. كلش عندنا ما شاء الله تبارك الله. خمسة آلاف خمسمية جميل. كل شغلهم جميل. شو هذا؟ حديد. يعني شكل حديد. تركيب التوصيل مجانا. ده بعد جميل. شو جلستهم هذه حلوة. هذه ب33000 هالفخامة ذي. إيه هذه أنا شايفها في الصين هذه. ما أذكر كم. بس كم تشحنها الحين عندك؟ عنده مغطى أثاث حدائق. كل شيء يعني كل مستلزمات حدائق. في شغلهم ناس خبرة وقديمين في هذه. هذه غطية حدائق. كنب مفرد قطعتين. قطعة أربع قطع. يعني شو سعرهم؟ ثقيل والله. ثقيل هذا من الجودة. إذا كان ثقيل فهو جودة عالية. ما أدري كم سعرها. شوف ما هي موجودة. كل هذولي أغطية. هذه أغطية بعد مختلفة. 95 ريال بس شكلها غطى واحد. هذه أغطيتنا اللي تو سعرها 300 وشوي 310. هذه بعد. هذا خشبي 4 أشخاص. هذا كم الحين؟ 5140. شو؟ 5140. هذا عنده. هذه بس لحالها 1676. نايس والله. ممكن تحطها لك في البيت. اوكي. ثبت في الارض هنا. حلو. هذه بس 1676. هذه معها 6296 ريال. جميلة جميلة جميلة. 1 2 اظن شخصين هنا. 5 6 يعني 6 أشخاص إلى 7 أشخاص. مع الطاولة مع كل شيء. جميلة. ما هو شرط تشتري طبعا هذه. ممكن تاخذ هذه. بس هذه البيج مع الألوان هذه راكبة معها. جاية معها. هذه بعد أكبر وأجمل. 15000. وأميز باللون البرتقالي. يكون مميز. مميز اللون البرتقالي. واو ما شاء الله ما شاء الله. هذه مستودعات على معرض على كله. طبعا تكلمت مع واحدة منهم
كنت اسال عن انتم متوافقين مع اليوم الوطني في تخفيضات، فقال لي انه في شهر 12 الميلادي عندنا تخفيضات على كل شيء. شهر 12 ميلادي اللي نهايه السنه الميلاديه يسمونها فيزيكال يير، او نهايه السنه الميلاديه عند ذي فيزيكال يير، يعني السنه الميلاديه عند الشركات، غالب الشركات طبعا انا اعرفها من الصين، فيكون في تخفيضات كاملة. هذه طبعا صناعية، هذه كلها صناعية، يكون في تخفيضات كاملة على جميع منتجاتهم، واقوى من تخفيضات اليوم الوطني، فحاولوا تستفيدون منها. هذه نباتها الداخلية، اذا في تكييف هنا فتعرف انها نباتها الداخلية كلها. صيانة، هذه كلها اشجار، تشوفون اسعارها كثيرة صراحة. انا بروح الاشياء اللي يحبونها الناس، الصبار مثلا عشان نشوف اسعاره. حلوه اشجار محلقه، هذه اشجار النباتات الداخليه، ترى قلنا النباتات الداخليه غير، والصبار يحبونها الناس اكثرهم. هذه اسعاره، هذه 134 احجام تقريبا، واحده 134 اسعارهم، هذه حجمها تقريبا ارتفاعها يمكن 40 سنتي، الاكبر منها شوف الأكبر منها تصل إلى 100، نفس الشيء 134 سعرها. فيه شيء حلو، فيه شيء حلو عشان ما نظلمهم، عندهم أشياء معقولة وحلو. وش بعد نروح نبحث، شوف بعض الناس يحب الأشجار النخيل أو أشبه النخيل أيضا. هذه سامحوني إذا كان تصوير مو بزين، أنا ماني شخص محترف صراحة، بس أحب أنقل دائما شعارنا في القناة نقل المعرفة للناس، فكل ما حصل فرصة نحاول ننقل كل شيء للناس. يعني إذا كنت مشترك معي في القناة راح تشوف كل جديدنا من فترة وفترة، وإذا ما أنت مشترك اشترك راح تحصل على فيديوهات تعجبك، خاصة اللي ساكن في مدينة الرياض. تشي هاي، أنا أظن اللي بيشتري يعني أشجار متوفرة في السوق لا يشتري من السلطة لأنها بتكون مرتفعة، لكن يشتري من هذا يقول لك طبعا تطلع بالشكل هذا اذا وفرت له البيئه المناسبه. يشتري من مشاتل برا للنباتات اللي يعني اللي منتشره عند كل المشاتل وغير المشاتل، بس عندهم اشياء جايبينها من مثلا زي هذه بعضها من الولايات المتحده، ما راح تلقاها الا عندهم. الصبار في اشياء ما راح تلقاها الا عندهم هم، يعني بعض الاشجار زي كذا من خلال جولة في مشاتل اللي برا، أنا يعني كل مشاتل تقريبا طبيعية عادية واحدة، لكن هم عندهم أشياء ما هي موجودة عند البعض الآخر. تلقى الأشياء اللي منتشرة موجودة عند البعض، هذه شجرة يابانية شو يسمونها نسيت اسمهم، فالأشياء اللي موجودة عند اليابانيين اللي موجودة عند الناس كلهم تلقى أسعارها معقولة، بينما اللي هم متفردين يمكن ترى بعد تكلفة الشحن حتى ما أظلم هذا الأربعة هذه 1199 ريال، مقعدين وسنجل سيتر والطاولة بعد، والله سعر زين. هذه أظن أنها ألمنيوم خفيف، هذه 1400 الخيزران شكلها تركيب وتوصيل، وهذه شخصين بعد 600 ريال، هذه كيوت بعد. شوف هذه حقت حدائق، هذه ايضا جميلة 3500. خلني اشوف المظلات، شوف المظلة شلون، المظلة سعرها ما ادري. هذه بعد ايضا الطاولات، اللي بيشوف الدبل سيت هذا ايضا رائد. السلام عليكم. نايس والله جدا. خلص هذه نهاية تغطية، حاولت نغطي وما نطول في الفيديو، لكن اضطرينا نغطي وطولنا في الفيديو، لكن سامحوني حاولت انقل لكم الصورة كاملة. امان الله نشوفكم ان شاء الله فيديوهات جاية اذا كنتم مشتركين، واذا ما كنتم مشتركين
حفظ الرحمن.